انا الحمد لله بس متضايق من فكره الاطمئنان الزياده اللي بقت عندنا دي، مش عارف حضرتك حاسس بنفس الموضوع ولا لا، يعني لمسه وشايفه ولا لا. سيادتك يعني أنا سمعت كلام حضرتك، وكلام سيادتك حقيقي تماما وواقعي، وأنا دايما يعني لما حد بيسألني عن الموقف الحالي في مصر ببدأ كلامي بقول إن هناك حالات موجودة، هناك لسه في ناس بتحتاج مستشفيات، في نسب وفيات وبتقل صحيح لكن موجودة، وبأكد كلام سيادتك تماما إن ما زلنا في حاجة شديدة وماسة إلى استمرار الوقاية والاحتراز واستخدام الكمامات والابتعاد وكل الوسائل الوقائية اللي احنا متبعينها أو معظم الناس متبعاها وبتوصي بها الدولة، لابد من الاستمرار فيها لدي حيوية وأساسية ومهمة.